يجينا بعض الناس يقول المرض سببه الذنوب والمعاصي. طيب شلون؟ تقول قبل شوي ان المرض خير وفيه فوائد وفيه مصلحة، ثم نقول نسمع ان المرض من أسبابه الذنوب والمعاصي والتقصير في طاعة الله. نقول نعم، الله عز وجل عادل، ما يمكن يظلم أحد وينزل به شيء من العقوبات إلا وعند العبد أسباب، كما قال سبحانه وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. لكن كل العباد عندهم تقصير في طاعة الله عز وجل. عينك نعمة كبيرة تحتاج إلى طاعة كثيرة، ما قدمت شكر هذه النعمة. يدك، لسانك، أنفك، وجهك، هذه نعم ما استعملتها أنت في طاعة الله، هذا في بدنك، كيف في مجتمعك، كيف في مالك، كيف في أسرتك، أنعم الله عليك نعم كثيرة، ألا أديت شكر الله فيها؟ لا، أنت مقصر، تقصير كبير. وبالتالي ما أصابك من المصائب جزاء لبعض التقصير الذي عندك. والله عز وجل عادل، ما يظلم أحد، ما ينزل به أحد من العباد عقوبة. لكن هل إنزال هذه الأمور دليل على سخط الله عن العبد؟ نقول لا، لا يلزم، لقد تكون رضا من الله للعبد.